وضمنهم، إذ أننا نراهن على تميزكن وتميزكم وتفردكم حسم للنقاش والتداول وفي نهاية المطاف الحسم في النقاط العالقة في المجرى. اليوم اجتمعنا بطبيعة الحال مع وزارة العدل، مع السيد المحترم سيد وزير العدل السيد محمد أوجار، ومع واحد الطاقم ديال وزارة العدل كاملة، ومع الطاقم من المعهد العالي للقضاء لولوج واحد المجموعة من السادة العدول ديال المستقبل اللي هما إناث وذكور اللي نجحوا في المباراة ديال خطة العدالة، واللي اليوم كان انطلاقة ديال التكوين ديالهم. أول فوج بطبيعة الحال اللي غيتكون هما انطلقوا من هنايا من الرباط، لأن جميع الجهات هما اللي تمنيت الأفواج تمنيت الجهات اللي ذكر السيد وزير العدل، ولكن بغى السيد وزير العدل أن انطلاقة تكون من هنايا من الرباط. حضرنا بطبيعة الحال وشفتوا أنتم لعلكم حضرتوا الكلمة ديال السيد الوزير، لأنه أشاد بطبيعة الحال بمدير العام المديرية العامة للمعهد العالي للقضاء وعلى الأقطاب اللي غيتكونوا فيهم ان شاء الله الرحمن الرحيم السادة العدول الجدد، واللي هي اقطاب مختلفه بكثير عن الاقطاب او عن التكوين السابق للعدول الممارسين، وبان هذا الفوج تيتميز بطبيعه الحال بولوج النساء الى خطه العداله التي كانت حكرا على الرجال، و299 بطبيعه الحال من الاناث اللواتي ولجنا هذه الخطه او اللواتي نجحنا في مباراه الولوج لخطه العداله. التكوين غادي يكون بطبيعه الحال 6 اشهر في المعهد العالي للقضاء وفي الجهات المراكز اللي كتمثل المعهد العالي للقضاء، وبعدها 6 شهور غادي يكونوا في مكاتب العدليه وفي المحكمه المحاكم الاجتماعيه او الابتدائيه التي تتعلق بالاسره، وفي بعض المؤسسات الاخرى كالمحافظه العامه والمسعى الخرائطي وكمديريه الضرائب والمؤسسات ذات الصله كالبنوك التشاركيه وغيرها. اذا هذه الافواج اللي غتخرج بطبيعه الحال غتكون افواج متميزه، لا من حيث التكوين ديالها ولا من حيث التمرين ديالها ولا من حيث التركيبه ديالها العلميه، لانها تختلف بكثير عن 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 الافواج السابقه. الافواج السابقه بطبيعة الحال كانت تكونه في التوثيق العدلي بجميع شواربه، هذه ضافت فيها الاسره، ضافت فيها التواصل، ضاف فيها علم الاجتماع، اذا عندها واحد النوع من التميز ليس في التوثيق فقط بل في الامور الاخرى المتعلقه بجميع الميادين ذات الصله بالتوثيق العدلي. تميز اليوم الافتتاح ديال الدوره التكوينيه للساده العدول المتمرين ومتمرنات في المعهد العالي للقضاء بحضور السيد الوزير العدل ورئيس الهيئة الوطنية للعدول. بالنسبة لهذا التكوين سيتميز ببعض المستجدات، مثلا إدراج اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية كاللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والإعلاميات، ومجموعة من المواد فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية ومسؤولية الجنائية للعدل، وبعض المواضيع والمواد التي تصب في نفس السياق بالنسبة لمهنة العدول. اليوم إن شاء الله وزير العدل السي محمد أوجار أعطى افتتاحية ديال التكوين بالمعهد العالي للرباط وكذلك بسبع مراكز مملكة، كما أشار لذلك بكل من طربدة وفاس وطنجة وقلميم وأكادير، وحنا محظوظين لاننا تمكننا باش نختاروا مركز التكوين اللي هو الرباط، بحيث غيكونوا فيه اجود المؤطرين كما كنعرفوا، لان هنا كيتكونوا جميع مسالك المهن القانونيه والقضائيه من ملحقين قضائيين ومفوضين وغيرهم. وهذه بدايه ان شاء الله كما اشار الوزير واشار رئيس الهيئه الوطنيه للعدول، غتكون بدايه لم يسبق لها مثيل من قبل، لأنها ستجمع ما بين التدريب العملي والتدريب النظري. هتكون إن شاء الله كما أشار الوزير إلى التدريب النظري لمدة 6 شهور حسب المواد اللي إحنا ملزمون ومطالبون بالبحث فيها إن شاء الله. وكذلك قال على أن جميع مكاتب العدول الممارسون وكذلك محاكم السناف والمحاكم الابتدائية أو أقسام قضاء الأسرة هي مفتوحة في وجوهنا لكي تكون التدريب إن شاء الله ويكون التكوين بشكل جيد بالنسبة لنا، وإن شاء الله ملي نخرجوا الميدان العمل تكون عندنا واحد الصورة واقعية على هذه المهنة ونقدروا نسيروا المهام ديالنا بنجاح إن شاء الله.
وكما أشار كذلك السي وزير العدل مع كان تكلم قال لنا مع رئيس النيابة العامة السي عبد النبوي اللي خبر جميع المراكز ديال القضائية من محاكم استئناف محاكم درجات أولى ودرجات ثانية باش يكون إن شاء الله استقبال ديالنا في تدريب عمليا مزيان. ذلك وبعد تشاور تقرر اعتماد مبدا جهويه التكوين على صعيد المراكز. لا تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس.